امبارح كان سادس ايام بطوله امم اوروبا يورو 2024، كان في مباريات قويه جمعت بين المانيا والمجر وانتهت بفوز الماكينات الالمانيه بنتيجه 2-0، والمباراه الثانيه جمعت بين كرواتيا والبانيا وانتهت بتعادل المنتخبين 2-2، والمباراه الثالثه كانت بين اسكتلندا وسويسرا. التفاصيل عن المباريات دي هنعرفها دلوقتي من كابتن اسلام علي الناقد الرياضي اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير عليك كابتن اسلام. صباح الخير يا دكتوره منى، وصباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير على كل الشعب المصري. احكي لنا بقى ماذا حدث امبارح، ايه اللي حصل في مباراه المانيا والمجر، انت ازاي شفت المباراه، شفت السياق ماشي ازاي، احكي لنا كل التفاصيل. في البدايه لازم نقول ان المنتخب الالماني مع نايجل سيمان الحقيقه بيقدم شكل مختلف عن اللي حصل مع هانز فيليك. هانز فيليك كان جه مسك المنتخب الالماني وكان الامال عليه كبيره جدا بعد اللي قدمه مع بايرن ميونخ في الفتره القصيره اللي مسك فيها الفريق، ولكن المنتخب الالماني معاه كان للاسف بدا يقدم كره مش اللي هو مش اللي الناس مستنياها، ومش الكره اللي واخدين عن المنتخب الالماني عموما، والمنتخب نفسه بدا يقحن نفسه في حاجات خارج كره القدم، زي المشاكل اللي حصلت في كاس العالم اللي فات. نايجل سيمان لو حاجه عملها رقم واحد هيكون هو انه عزل المنتخب تماما عن المشاكل اللي هي خارج كره القدم، وبدا المنتخب يفكر في كره القدم وبس. في بطولة كأس العالم اللي فاتت كان في كلام كتير جدا ان الدريسنج روم نفسها جوه ما كانتش احسن حاجة، كان في مشاكل كتير جدا، كان في لعيبة نفسها كانت معترضة على الاسلوب اللي داخل بيه المنتخب الالماني البطولة، وبسبب بقى القصص التانية اللي احنا عارفينها اللي هي كانت خارج البطولة تماما، منها ان هم بينزلوا الماتشات يحطوا ايدهم على بقهم وغيرها، دي عملت انقسام كبير جدا وخلت المنتخب كأنه رايح هدفه حاجة تانية بره الكورة، فبالتالي اللعيبة ما كانش عندها في تشتيت مسؤولية. ولكن الو في تشتيت بقول لك بالظبط، في تشتيت كبير جدا للمنتخب. ولكن الحقيقه نايجل سيمان سايكولوجيكال طبعا نجح بشكل كبير جدا مع المنتخب، ان هو اول حاجه يهيئهم بشكل كبير جدا للمنافسات اللي هتقام على ارضهم. قدم الشكل المعتاد للمنتخب الالماني، عمل حاجه كويسه جدا جدا جدا، وهي الاستخدام العناصر بتاعته احسن استخدام ممكن. يعني النهارده جندوجان، وهو تقريبا البعض بيعتبر انه جندوجان هو في ختام مسيرته، وتوني كروس خلاص الراجل بعد البطوله دي اخر بطوله دي، وهيلعب وهيعتزل تماما عن لعب كره القدم مش دوليا بس، الا ان الاثنين عاملين بطوله ممتازه جدا، استخدام فوق الممتاز للعيبه اللي معاه بشكل هايل جدا ولا يصدق الصراحه. الحاله الهجوميه ليه مختلفه تماما، بيهاجم الممرات الخمسه طول الوقت، الانتشار العددي بتاع المنتخب عنده احسن حاجه. المنتخب الالماني حتى في الاسترداد السريع للكره في شكل مغاير تماما عن الشكل اللي كان مع المدير الفني السابق هانز فيليك. طب هل ده مؤشر لان المانيا تكون الحصان الاسود في هذه البطوله؟ بص انا هقول لك على حاجه، قصه الحصان الاسود دي دايما لازم اللفظ نفسه بيتوظف على المنتخبات اللي هي قد تكون غير مرشحه للبطوله، ولكن خلينا نقول ان المنتخب الالماني رقم واحد هو صاحب الارض، رقم اثنين هو واحد من اكبر المنتخبات في العالم، رقم ثلاثه هو عنده واحد من احسن المدربين موجودين في العالم حاليا، والحاجه الثالثه ان عنده البروفايلات بتاع اللعيبه ممتازه جدا، فانت لا انت بتمتلك كل العوامل اللي تخليك اصلا مرشح طول الوقت. ده الطبيعي. حصان اسود، حصان اسود ده هيبقى المنتخب مثلا 100 مرشح ولكنه ظهر بشكل كويس في البطوله، فاعتقد ان المنتخب الالماني بالشكل اللي بيقدمه لا هو واحد من اقوى المرشحين مع المنتخب الاسباني والمنتخب الايطالي والمنتخب الانجليزي والفرنسي طبعا. بس برغم من ان هم بيقدموا كره رائعه الجمال، لكن المشاهد مش بيبقى قاعد متمتع كده وهو بيتفرج، يعني ما بتبقاش الاجواء دايما فيها الجزء المهاري شديد وكده، فيمكن ده اللي بيخلي دايما الكره الالمانيه مشهوره بالحده والسرعه واللعب المباشر اكتر من هي لا كره جماليه اكتر عندهم. حتى حصل خلاف كبير جدا بعد وجود بيب جوارديولا هناك في المانيا لفتره كبيره، ان هناك البعض اتهم ان جوارديولا كان سبب في تدمير الايدنتيتي بتاع الكره الالمانيه عموما، ان الراجل كان بيلعب على استحواذ طول الوقت، الروتيشن للملعب، الاستحواذ المبالغ فيه بالنسبه لهم، يعني على عكس العاده تماما اللي هو المشهور بيه الكره الالمانيه فيها حده في الهجوم، فيها لعب مباشر اكثر حاجه. عشان كده هي بصي خلينا نتفق ان كره القدم هي كره ما فيهاش ثوابت، بمعنى انا بالظبط هي اجوال وكل حاجه، بس كره القدم ما فيهاش ثوابت، وارد اكون راجل بلعب على الاستحواذ وناجح، وحد تاني بيلعب لعب مباشر وسريع وناجح، عشان كده هي لعبه ما فيهاش اي ثوابت خالص، الثوابت اللي فيها ان انت تقدر تستغل وتشتغل على بروفايلات اللعيبه اللي عندك، علشان كده اغلب المشاريع في الكوره اصلا الهدف منها ان انا انجح،
بس انجح ازاي؟ انجح ان انا اقدر استغل القدرات الفرديه بتاع الناس او بتاع الشعب اللي عندي. يعني القدرات الفرديه، انا ما ينفعش مثلا المنتخب الياباني على سبيل المثال، اليابان مثلا ما فيهاش لعيبه يعني اطوال، فدايما اليابان بتلعب كره سريعه جدا، بتدور انها تكون دايما عندها حده في السرعه والقصص دي، فانت دايما بتلعب على عنصر البشري اللي عندك. بس عشان كده المانيا شاطره جدا في النقطه دي. طيب ده ينطبق في طبيعه الحال على كرواتيا والبانيا، انت شفت المباراه ازاي؟ شفت كرواتيا عملت ايه؟ طيب في البدايه خلينا اقول حاجه مهمه جدا، بعض الناس كانت بتعترض ان البطولات القاريه نزود فيها عدد المنتخبات من 16 ل 24 زي مثلا هنا في افريقيا، ولكن الحقيقه ان تزويد عدد المنتخبات ده خلى البلاد الصغيره في الكوره يكون عندها طموح اكبر ان هي تحقق حاجه. انا خلاص انا عندي فرصه كبيره ان انا اوصل، ليه اوصل وليه ما اعملش حاجه؟ فبالتالي بدانا نشوف مشاريع رياضيه لبلاد صغيره في الكوره بدات تنجح وبدات تنور وتدينا جرين لايت كده ممتاز، وتدينا ضوء هو فعلا ضوء يعني يعتبر حلم بالنسبه لك. هنا مثلا في افريقيا شفنا منتخبات زي الراس الاخضر عملت ايه في البطوله اللي فاتت، شفنا منتخب زي الكونغو. نعم بقولك فعلا كاب فيردي كانت مفاجاه بالظبط، وجزر القمر قبل كده، جزر القمر البطوله اللي فاتت اللي كانت في الكاميرون خرجت قدام الكاميرون بسيناريو درامي جدا، ان هم لعبوا الماتش بتاع كوارتر فاينل تقريبا ما كانش عندهم حارس مرمى، ولعبوا بالليفت باك هو اللي لعب بحارس مرمى في الاخر. فانت البطولات اللي زي دي او العدد نفسه بيسمح لك ان انت تبدا تشوف مشاريع جديده في الكوره. المنتخب الالباني الحقيقه كان مفاجئ بالنسبه لي جدا في الاداء بتاعه امبارح، بيلعب بخمسه في خط الظهر، بيدافع بشكل ممتاز جدا، بيضغط على المنتخب الكرواتي ان يخلي المنتخب الكرواتي طول الوقت يخلي الكوره في عمق الملعب، عشان المنتخب الكرواتي رغم انه بيمتلك كواليتي لعيبه كويسه جدا في نص الملعب زي كوفازيتش او حتى طبعا مودريتش، ولكن عند المنتخب الكرواتي مشكله كبيره جدا هي اختراق العمق بدون كوره. يعني لعيبه المنتخب الكرواتي اللي في نص الملعب طول الوقت او اغلب الوقت بيطلبوا الكوره في رجلهم كتير جدا، فالاختراق من العمق بدون كره دي في ازمه كبيره. المنتخب الكرواتي طول الوقت كان بيجمع كوره في عمق الملعب وبيحاول يحط الكوره على الاطراف ويبدا يلعب على العرضيات، لان هم خطرين جدا، وشفناهم طبعا في البطوله اللي اتلعبت هنا في استاد العاصمه الاداريه الجديده كانوا خطرين جدا في الكرات العرضيه والكرات الثابته، فطول الوقت كانوا بيحاولوا يعملوا كده. المنتخب الالباني بصراحه عمل ماتش جامد جدا في قصه ان هو يرغم المنتخب الكرواتي ان طول الوقت الكره تبقى في عمق الملعب، فبالتالي ما بقاش عندك وقت ان انت تحاول تحط الكره على طرف الاطراف، ولكن المنظومه للاسف احيانا بتبوظ بسبب سرحان حد من الافراد. صحيح. المدافع تقريبا في الدقيقه 73 في الجول الاولاني سرح كده في حفوه بسيطه وبدا يتحرك يلعب مان بدل ما هو كان بيلعب ويامن المساحه بتاعته، بدا يتحرك على كراميريتش، فالتحرك بتاعه خلق المساحه لكراميريتش في ظهره وبسهوله جدا قدرت كرواتيا تسجل هدف التعادل، هدف التعادل. وبعدها في اقل من دقيقه استغلوا عدم التركيز لمنتخب الالباني وسجلوا الهدف الثاني، ولكن البانيا سريعا جدا تعادل، وكان عندها فرصه كبيره في الوقت بدل الضيع ان هم يسجلوا الجون الثالث بكل سهوله. كمان ده اللي بيدل ان انت فعلا ان احنا قدام بطوله هتبقى صعبه جدا، مش سهله خالص اطلاقا، يعني خاصه في المجموعه اللي فيها اسبانيا وكرواتيا وايطاليا والبانيا. طيب فرص كرواتيا في التاهل، يعني انت قلت دلوقتي ان المستوى لم يكن جيد وتعادلت وما خدتش غير نقطه واحده. اسلام تمام ايه فرصها في التاهل؟ بص الحقيقه الاداء للمنتخب الكرواتي في الماتشين يعني بيخليني اقول لك ان فرصهم ضعيفه جدا جدا، ولكن كره القدم ما بتعترفش غير بالاداء جوه الماتش 90 دقيقه. انت 90 وارد ان انت ماتشين تبقى وحش جدا، ولكن في 90 دقيقه تدخل تغير موازين البطوله كلها. ولكن الحقيقه اعتقد ان المنتخب الكرواتي بيدينا نفس النسخه بتاع المنتخب البلجيكي مع مارتينيز، ان التجديد فيه كان ضعيف جدا، اللعيبه نفس الاسماء، مفيش تغييرات خالص او مفيش تجديد في الاسماء اللي بتحصل، اللهم الا اسامي ضعيفه مثلا من جفارديول وناس قليله جدا. لو بصينا كراميريتش، مودريتش، كوفازيتش، بروزيفيتش، هم طبعا لعيبه اللي الكواليتي عاليه جدا، ولكن لازم مع الوقت ان انت تبدا تجدد وتعمل ابديت للمنتخب بتاعك. فاعتقد ماشيين في نفس السيناريو بتاع المنتخب البلجيكي، ما يقدرش يستغل المنتخب الجيل الذهبي بتاعه في احسن صوره ممكنه. اعتقد ان كرواتيا ممكن تكون بره البطوله، ولكن ده هتوقف على الاداء بتاع ماتش ايطاليا. بس على اداء الماتشين اللي فاتوا لا، كرواتيا اعتقد هتبقى بره البطوله.
طب اخر مباراه معانا هي سويسرا واسكتلندا، انت شفت ايه في المباراه دي؟ المنتخب السويسري كالعاده بيدخل دايما البطولات بشكل قوي جدا، الى حد ما عندهم دايما بيقول لك الكره السويسريه عندها مشكله في المواهب، ولكنهم في الشكل اللي هو الفيزيكال والحاجات البدنيه هم كويسين جدا فيها، سرعات هم ممتازين جدا في الحاجات دي، بيحاولوا يلعبوا كوره اسرع. سويسرا دايما من البلاد الفتره الاخيره في الكوره اللي بتقدم مدربين كويسين جدا وبتقدم لعيبه الى حد ما، يعني شفنا تشاكا شاكيري الفتره الاخيره، ولكن الحقيقه انا شايف ان لسه شويه، ما اعتقدش ان ممكن سويسرا تروح بعيد في البطوله يعني كالعاده. يعني نتوقع ان يبقى في مزيد من المنتخبات الصغيره، كل ما بتدخل كل بيحصل اثراء اكتر للبطوله، بيحصل تنافس اكتر، وبنكتشف لعيبه وبنكتشف اساليب لعب جديده ما كناش متعودين عليها. كل الشكر ليك اسلام علي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.